هي انه هنا انا كنت واضع لاحظ what happened. اوكي مشكلتي هنا كانت هي set on click listener, طبعا هذا ما كان موجود. اوكي مدرسة السابق كان بهذا الشكل اللي هو adaptive view on item click listener. مشكلتي انه كانت انه انا كنت واضع set on click listener this, كان يطلع لي مشكلة. لو الاحظ انه انا اريد on item click listener, on item click listener, طبعا كلش متشابهين جدا متشابهين. لاحظ set on click listener, set on item click listener, فأنا ما كنت منتبه بهذا الشيء. لاحظ اختفى عندي المشكلة. شو هو مشكلتك؟ ما عندك مشكلة انت. طبعا لو امسحها واكتبها من جديد راح يذهب الايرور. on item, لاحظ هذا كان on item click listener to this. شوفوا المشكلة هسه قبل شوي كان يشتغل. اوكي ريموف كواليفاي نو نوت ذس وان. لكن كيف ليش local variable؟ احنا اصلا عرفناها. هعمل pause. رجعنا مرة اخرى ياكم. لاحظ كتبناها list set on item click listener to this لهذا on create activity فقط, لا تغيير في اي شيء. طبعا انا حرفع الريسورس ايضا لكم, عفوا السورس كود ايضا لكم في حال اذا حبيتوا تعرفون وين الخلل كان. لو عملنا run اوكي لاحظ عندك هنا هذا الفراجمنت الاول اللون الازرق فراجمنت A. لاحظ لما اضغط عليها يظهر لي الجملة في التكست فيو اللي هي عائد للفراجمنت B. إذا هذا عائد للفراجمنت B, هذا عائد لفراجمنت A. لاحظ أضغط بهذا الشكل. إذا ألاحظ أنه two fragment أصبح بيناتهم connection. أي section أنا أختاره راح يظهر لي الديسكريبشن التابع له. لو ضغطت كنترول F 11 لاحظ راح يظهر لي بشكل لاندسكيب, لكن في اللاندسكيب لاحظ يختفي عندي. لاحظ تحت الجنرال في كان عندنا ايضا element اخر لكن اختفى او دا يظهر بشكل غير متناسق. لو ضغطت مرة اخرى كنترول F 11 او F 11 لاحظ ZNC بيختفي باللاندسكيب, فهذا ايضا مشكلة لازم احنا نعالجه. حل هذا المشكلة احنا ممكن نفصل اللاي اوت, ممكن نفصل اللاي اوت اللاندسكيب عن اللاي اوت الاكتيفيتي. يعني هنا احنا لما نضغط على كنترول اف 11 او اف 11 باللغة الانجليزية لاحظ هنا الزت ان سي لما اضغط عليها بيختفي, بيكون تحت الفراجمنت بي, يعني بيختفي الفراجمنت اي, يعني الاي بيختفي تحت البي. فلما نعمل F11 مرة أخرى بيرجع للحالة الأصلية, لكن لازم احنا نعالج اللاندسكيب أيضا. فخلينا نشوف التايم. التايم يسمح لنا
إذا شو اللي راح أعمله هنا أنا؟ شغلات بسيطة ما أحتاج إنه أغير كثير أشياء، إنه مجرد في الريسورس أعمل رايت كليك نيو وأخذ أندرويد ريسورس فايل. في أندرويد ريسورس فايل الريسورس تايب حاملة لاي أوت، أوكي الريسورس تايب حاملة لاي أوت، وأغير ب فلتكن لينير لاي أوت ما عندي مشكلة. سورس سيت هي المين لاي أوت، فنعطيها اسم فلتكن اكتيفيتي مين. هنا اختار الاورينتيشن افايلبل كواليفايرز، اختار الاورينتيشن واضغط على هذا السهمين حتى يحولها للطرف الثاني، وهنا اختار سكرين اورينتيشن الى اللاندسكيب. بهيك حالة حيتحول الاورينتيشن الى اللاندسكيب. خلينا نشوف اذا الاشياء اللي لاي اوت اوكي directory name سماها بهذا الاسم landscape that's good. حضغط على okay okay for resource layout okay right click signing مرة أخرى. طبعا فتحنا layout جديد، لاحظ أنه هذا layout أصبح بlandscape mode. اوكي زين، شو الاشياء اللي انا احتاجها؟ الاشياء اللي انا احتاجها اول مره بكل اعتيادي انه احنا نحتاج انه نجلب ال fragment A اوكي، ونحتاج الى ال fragment B اوكي. فراجمنت اي فراجمنت بي، نذهب للمين اكتيفيتي اللي هو اللاندسكيب، هذا اللاندسكيب اكتيفيتي. هنا شو الاشياء اللي ممكن اني اغيرها؟ ماتش بيرنت فراجمنت 1 فراجمنت 2 انجمع مع بعض. زين خلونا نعمل ران شوف النتيجة. Where are you؟ هذا هذا يبيدي. اوكي خلونا نعملها landscape control F E dash. لا زال اذا عدنا مشكلة. لا لحظة احنا عدنا مشكلة، احنا عملنا control F E dash. شو هو المشكلة؟ لحظة هذا ليش fragment 3؟ هذا يبقى fragment وهذا يكون fragment 2. اوكي ما في مشكلة هون، نعمل run من جديد. اوكي كنترول اف اي داش. لا لا زال في مشكلة. زين هو وين نزل ال حنعمل بوز. عملت مجموعة تغييرات انه كيف تقرأها في اللاندسكيب، انه لاحظ احنا لما هنا يكون عندنا بالشكل الاعتيادي، لما نحولها للاندسكيب لاحظ كيف يتحول، انه انا لما اختار الاليمنتس تلاحظ بهالشكل افضل من الشكل السابق. لما كنا نضغط كليك كان الزيت ان سي كان يختفي بمجرد ظهوره هنا، مفروض كان يظهر هنا. لاحظ هذا فراجمنت الاول، هذا فراجمنت الثاني، يعني هذا الاي هذا البي. الفكره انه انا اللي عملته عملت لاي اوت اسمه لاند، اتصور هذا اوكي لاند، هذا اللاي اوت لاند. طبعا بنفس الطريقه يعني نيو لاي اوت ريسورس
تكتب هنا اسم layout، بعد ذلك تختار orientation، بعد ذلك تختار landscape وتضغط OK. لكن أني ما انتبهت أنه هذا هو linear layout وليس relative layout، فلذلك عملت مجموعة تعديلات فيها. التعديلات اللي كانت هي أنه حولت الorientation إلى horizontal. الفكرة من تحويل الorientation إلى horizontal، تلاحظون باللاندسكيب الاكتيفيتي الاعتيادية الهوريزونتال يكون بشكل عمودي الترتيب، بينما باللاندسكيب مفروض تختار الهوريزونتال، اي بمعنى انه انت تصفها بهذا الشكل، يعني انه انت ترتبها، تضع هنا العنصر الاول، عنصر الثاني، عنصر الثالث، عنصر الرابع، اذا هذا هوريزونتال. الفيرتيكال لا، عنصر الاول، عنصر الثاني، عنصر الثالث، عنصر الرابع، يعني واحد تحت بعض يكونون، يعني عنصر تحت عنصر. الهوريزونتال لا، عنصر بصف العنصر الاخر. فهنا انا وضعت الفراجمنت، طبعا الفراجمنت ممكن تاخذها من فراجمنت A، بعد ذلك تسحب فراجمنت B وترتبها بهذا الشكل، او اذا حبيت انه هنا موجود التكست هذا هو الفراجمنت كيف انا رتبته. طبعا هنا الويدث انا وضعت الصفر 0 دي بي لانه عايد لي اللينير لاي اوت، والويت عملته هنا 1 I think هذا لو عملناها أيضا 1، خلونا نشوف. لا يأخذ كل المسافة. Okay this is good. لاحظ أنا أستطيع أن أقصر بها. Okay هذا أيضا. لازم أسحب منها عفوا. Okay بهذا الشكل. اوكي فاذا هذا الاشياء عفوا هذا التيرمينال، هذا الاشياء اللي انت تحتاجها. حرف على البروجكت، حرف على المشروع، حتى اذا صار عندك مشكله في الترتيب ممكن انه تعمل كوبي بيست من هذا وتلاحظ شو اللي انا عملته. فالنتيجه النهائيه كانت انه تطلع لك بهذا الشكل في اللاندسكيب، وهذا الشيء افضل انه الفراجمنت الاول وهذا الفراجمنت الثاني. Control F11 هذا بالنسبة للواجهة الاعتيادية، هذا يظهر بهذا الشكل ما عندك مشكلة، لأنه يعني نفس هذا الشكل كان يظهر في اللاندسكيب وهذا كانت مشكلة حتى حصل لليوزر انترفيس للمستخدم. فلهنا نجي لنهاية الدرس ونلتقيكم إن شاء الله بدروس قادمة. مع السلامة.